وأضاف رئيس عبد الفتاح السيسي أن معبر رفح لم ولن يغلق من أجل السماح بدخول المساعدات وخروج المحتجزين وأيضا إخراج رعايا كل الدول مزدوجي الجنسية من غزة. وأشار الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا إلى أن مصر لم تعطل أبدا خروج الرعاية لأن الأمر مرتبط بموافقة الجانب الإسرائيلي والقوائم التي يتم التصديق عليها في هذا الإطار. جدا أن يدخل مساعدات تكفي لإعاشة 2.3 مليون. معبر رفح لم يغلق ولن يغلق عشان نسمح بدخول المساعدات وخروج أيضا الرهائن والأسرى وأيضا الجنسيات اللي احنا خلال الفترة اللي فاتت عملنا على أنها تخرج من كل الدول الصديقة أو كل الدول اللي كان لها رعاية مزدوجة جنسية أو رعاية داخل القطاع. احنا بنتكلم على أكثر من 30 دولة، ومن جانبنا احنا ما عطلناش أبدا خروج الرعاية ديت لأن كان الأمر مرتبط بموافقة الجانب الإسرائيلي على خروج هذه الرعاية والقوائم اللي بتصدق عليها بهذا الإطار.